يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة، يا رب تستفيدوا منه. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. يقول صاحب القصة: حبيت بنت لمدة 10 سنين وكنت مواعدها بالزواج. بعد فترة بدأت أحس بصعوبة في الارتباط فيها، لأن أمي ما وافقت أتزوجها لأنها تبيني أتزوج واحدة جميلة جدا. أنا وريتها صورة البنت وطلبت رأيها، وهي عطتني رأي سلبي جدا. قالت: أنت أحلى منها بكثير، فمستحيل أزوجك إياها. وأنا من خوفي ما اعترفت لأمي بحبي وتعلقي بالبنت، وهي في الحقيقة مشكلتها إنه أنفها كبير لكن روحها طيبة ومرحة. أنا كنت راضي فيها. المهم صارحت البنت وقلت لها: أمي رافضتك عشان أنفك كبير، حاولي تعملي عملية تجميل عشان توافق عليك أمي. لكن رفضت بقوة وزعلت بشكل غير طبيعي وعصبت، وقالت لي: إنك وقفت نصيبي من 10 سنين وأنا أرفض كل من يتقدم لي، الله لا يوفقك في حياتك. وابتعدت عني. أنا حاولت أواصل حياتي وأمي زوجتني امرأة أقل ما يقال عنها ملكة جمال، الكل يحسدني عليها وعلى جمالها وصفاتها، وهي للأمانة طيبة ومو مقصرة معي بشي. بس الحين لي 2 سنين معاها وعندنا ولد واحد. أنا ما حبيتها أبدا ولا قدرت أحبها، ومو قادر أعيش مرتاح معاها، مو قادر أقول لها كلمة حلوة، وأعاني إذا أقول لها كلام رومانسي لأني قاعد أكذب عليها. أنا مو مرتاح معاها وحاسس إني أظلمها معي، أحس إني قبل بنتي اللي حبيتها وألومها داخلي، وأشعر إن هي السبب في عدم زواجنا، لأن لو وافقت تسوي عملية تجميل أنف واحدة كنا ارتبطنا وعشنا مرتاحين. للعلم البنت اللي حبيتها مخطوبة الآن وعلى وجه ارتباط رسمي. أفكر أتواصل معها وأطلب منها تفركش الخطوبة عشان إذا وافقت أمي أتزوجها في المستقبل وما تطير من يدي للأبد وتحسر. يعني حسبي الله على بعض الرجال. إيش اللي تروح تتزوج وتخلف وبعدها تجي تخليها تفسخ الخطوبة عشان تستنى أمك ترضى تتزوجها؟ مين أنتوا أصلا؟ مين أنتوا؟ غير كده أمك ما لها دخل، خشمها كبير صغير، يد ناقصة يد طويل، ما لها دخل، أنت اللي بتتزوجها. يعني أنت إنسان ما عندك شخصية، ما تقدر تفرض رأيك على شيء. خلاص اتزوجت، خلي البنت في حالها، كفاية أنك ضيعت عليها 10 سنين. وأنت يا بنات كم مرة أقول لكم لا تحبوا لا تحبوا اللي يبيكي يجي يدق باب بيتكم يخطبك رسمي. القصة الثانية. تقول صاحبة القصة: بدايتي كانت إني أنا إنسانة عندي هدف إني أكون رائدة أعمال. الهدف كبير صح؟ لكن أنا قده، واليوم بعلمكم قصتي. في البداية أنا مهندسة بترول، لكن حابة يكون عندي أكثر من مصدر دخل، والأهم شيء أحبه وأنا أؤمن فيه، فقررت أدخل مجال التداول. في البداية دخلت عند شركات كثير للتعليم، ومع الأسف كانت كلها ما بقول فاشلة بس بقول كانت تحت المستوى. بعد 6 شهور تقريبا من المحاولات بدأ الشغف اللي فيني ينطفي أو يبرد. ما كنت أعرف كيف أبدأ وكيف أحلل أو إيش لازم أسوي، فخلاص وصلت لمرحلة الاستسلام. كانت عندي صديقة في نفس المجال، بس صداقتنا مو مرة مع بعض، اللهم عملوا بس. وفي يوم سألتني: إيش بك؟ ليش ما صرت نفس قبل في المجال؟ قررت أجاوبها وأنا فيني الصيحة والغصة إني أنا تايهة وما أعرف أحد في هذا المجال وكذا، بس أنا أعرف من داخلي إني أنا أقدر وإني بوصل، بس أبي شي يوجهني. بعد الفضفضة قررت تدخل عندي ميتينج أونلاين، وكان في شهر الخير. تعرفون لما الله يسوق لكم شخص ياخذ بيدكم ويساعدكم؟ هذا كان شعوري بعد هذا الميتينج. كيف ساعدتني؟ كيف وجهتني؟ وكيف قدرت إنها تطلعني من الأفكار اللي في راسي؟ دخلتني في جروبها بعد ما كنت أتعلم بروحي، وبدأت شوي شوي أتعلم أكثر وأكثر، لدرجة صرت أشارك وأتعافل، أشارك وأتفاعل. هذا كله كان أونلاين. كنت أدخل ميتينج معاها في الجروب وأبدأ أشرح صوت وصورة لين حصلت تشجيع من الجروب نفسه، وكان اللي يدخل كان يمدحني ويمدح كيف أنا أشرح. وبدل ما أنا كنت تايهة صرت أنا بيدي أعلم البنات. وبعدها بدأت أسوي مؤتمرات حضورية، طبعا كل هذا أنا وصديقتي اللي الحين مديرتي، وكان العدد بس 10 أشخاص. بس هذا ما وقفني ولا وقف مديرتي اللي احتوتني، وكملنا مؤتمرات، وأي شخص حاب يتعلم كنت أعلمه. في سنة 2022 قررنا أنا والتيم نسوي شركة،
اي والله نفتح شركة ونحن بس 8 أشخاص بعد ما كان مجرد مشروع. شجعنا بعض وكل واحد بدأ يعطي أفكار وكذا. تعرفون حماس البدايات بالضبط اللي صار. بدأنا في البداية نسوي رخصة، الحمد لله طلعت. للعلم حنا في الإمارات، وأول ما طلعت الرخصة قررنا نسوي مؤتمر حضوري ونحن كشركة، وبعد كان العدد قليل بس حطينا فيه كل أفكارنا، وأخذنا فريق يصور لنا الميتك عشان نبدأ نسوي نحط حساب في السوشيال ميديا. ومن هنا كان الانطلاق لريادة الأعمال، والصدمة اللي صار لنا إنه طلعت مشهورة وقالت إنه إحنا شركة وهمية وإنه كله نصب. تعرفون يوم تعب الإنسان يروح بغمضة عين وإنت تقولين كلام حتى مو متأكدة منه. المهم هذه كانت أول ضربة لنا كشركة. أخذنا قرار يكون لنا محامي لشركتنا، وراحت المديرة وتفاهمت معها بكل أدب وتفاهمت معاها وشرحت لها كل شيء وإنه مستحيل إحنا ننصب على الناس. وطلعت المشهورة وبرأت ذمتها من الكلام والتشويه اللي صار لنا. كبرت شركتنا وكل يوم تكبر بسبب الخير اللي نسويه، واللي قدرت تطلع أبوها من السجن، واللي قدرت تساعد أخوها في مصاريف العلاج، واللي بدأ يتحقق حلمه ويكون لها مصدر دخل. واليوم بفضل الله ومن 10 مدربين إلى 36 مدرب، ومن 10 أشخاص حضروا المؤتمرات إلى آلاف الحضور تبارك الله، ومن مصدر دخل واحد إلى أكثر من 3 مصادر دخل ومؤسس لشركة. وما زلت أسعى للمزيد. لا تستسلمون، حطوا حلمكم كهدف يجب تحقيقه وراح تتحقق بإذن الله. ولا تنسوني من دعواتكم إنه الله يوفقني. بس انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام، بحط لكم الرابط في صندوق الوصف.